تحية طيبة لكم متابعينا على أثير إذاعة أمواج وقناة أوغاريت من المركز الإذاعي والتلفزيوني بلغتي. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم، وهي مخصصة اليوم للحديث عن واقع الكهرباء في اللاذقية. يسعدنا بداية أن نرحب بالمهندس الأستاذ جابر عاصي، مدير عام الشركة العامة للكهرباء باللاذقية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيكم، وشكرا لمتابعتكم الدائمة ووجودكم دائما مع عمالنا، مع ورشاتنا، مع متابعتكم لبرنامج الخدمات. هذا واجب علينا. أستاذ جابر، يعني دائما يعني موضوع الصيانة وخاصة في موسم الشتاء يعني تشغل بال الكثير من المواطنين نتيجة الظروف الجوية، وخاصة بالساحل الرياح الأمطار بيصير بعض الأعطال. خلينا نحكي بداية عن متابعة الأعطال وخدمات الصيانة ضمن مدينة اللاذقية. هلأ نحن في عنا ورشاتنا قامت بأعمال صيانة منجزة على مستوى المحافظة، على مستوى صيانة خطوط توتر متوسط وخطوط توتر منخفض. نحن أجرينا، سنذكر بعض الصيانات وليس الكلية، لأنه إذا حكينا عن مجمل الصيانات فهو موضوع طويل جدا. سنذكر المهمة استراتيجي. نحن عملنا صيانات لخطوط التوتر المتوسط من المدينة، خطوط منها الدامات عين لبن سنوبر، خط الأخشاب والمقاطع وأبن هاني وبرج إسلام، وخط السيدة والألمنيوم المحركات. في عنا خطوط تابعة لقسم كهرباء جبلة، أجرينا صيانات على خط حميميم والبريش والعشار والحويز وعين الشقاق والسيانو والأسماك والقطيدبية. طبعا بالإضافة لخطوط متوسط تابعة لقسم عين الشرقية، بيت ياشوط وقصابين وخط السخابة، وخطوط تابعة لقسم البسيط هي بيت القصير والقصل وباللوران وخط البسيط نفسه. طبعا خطوط تابعة لقسم الحفة صرنا تلا صنفة منجيلة، وخطوط متوسط تابعة لقسم القرداحة منها الفاخورة وبيت زنتوت. بالنسبة لخطوط المنخفض بشكل عام، طبعا هي عملنا نحن صيانات كثيرة جدا، لكن سنذكر بعض الاستراتيجية منها التي تم إضافة فيها تجزئة مخارج وإضافة مخارج جديدة إلى الشبكة. في عنا تم تجزئة مخارج واستبدال شبكات وإضافة مخارج أكثر من 150 موقع على مستوى المحافظة مدينة وريف، على سبيل المثال الزغزقانية، حارة علي جمال، الدعتور، حي الأندلس، حي الشرفة وحي الصيبة وحي القلعة والبصة وفديو والبهلورية والبرج وجناتة وعين بيضة وغيرها. على مستوى الأقسام الكهربائية نذكر منها مواقع السباحي، سباهي بجبلة بنجار، وطبعا بجبلة ضاحية الأسد بجبلة، والصناعة والنقعة وفلسكو وزامة وساحة الشهداء والريحانة عفوا ومتور القديم ومفرق السرايا، خزان أم الطيور والدلعونة، خزان الدلعونة طبعا، ووادي قنديل وبلوران وغيرها. بالإضافة لمد أكثر من 20,000 متر طولي كابلات ترسدي وكابلات ألمنيوم، ومد أكثر من 15,000 كيلوغرام أمراس ألمنيوم ضمن الخطة السنوية المقررة لإجراء الصيانات استعدادا لفصل الشتاء اللي نحن جاوزنا تقريبا نصفه. نحن يوم أصبحنا بمنتصف الشهر الأول، يعني قاربا من الانتهاء من فصل الشتاء. خليني أوقف شوي بس معلش لو قطعتك، موضوع الألمنيوم. يعني الناس كتير بتتساءل أنه الألمنيوم والنحاس، هل النحاس هو الأجدى؟ تركيب الألمنيوم شو سببه؟ أنه عدم توفر النحاس، استبدال الأمراس والأسلاك النحاس إلى ألمنيوم. بس نوضح للمشاهد وللمستمع التبديل هذا الألمنيوم أنه أسبابه وشو فوائده؟ نحن خلينا نوضح نقطة أساسية أستاذ مازن. طبعا التعامل مع مادة النحاس هو الأفضل فنيا بالنسبة لنا لشبكاتنا وللمنظومة الكهربائية، لأنه بتعطي حالة فنية جيدة وبكون الناقلية فيها مرتفعة وبكون فيها الضياعات أقل. متى نلجأ إلى استخدام الألمنيوم في شبكاتنا؟ نحن اليوم وحضرتك بتعرف صار في عنا سرقات متكررة وكبيرة على مستوى المنظومة الكهربائية لمادة النحاس. توجهت الوزارة والمؤسسة باستعادة عن النحاس بمادة الألمنيوم بمقاطع مختلفة اللي هي 25 و35 و50 و120 و95. نحن كان لابد التوجه باتجاه استخدام الألمنيوم بدل من النحاس، رغم أنه مثل ما حكينا ناقلية النحاس أفضل وكل الميزات الفنية بالنسبة للنحاس طبعا أصبط، ولكن فرض علينا الواقع
اليوم نحن لما بنشوف في عنا سرقات يومية على مستوى المحافظة، ولا رح نذكر نحن الأرقام مع عدد الضبوط مع الخسائر المقدرة بالمليارات. فنحن كان لابد من التوجه إلى موضوع الألمنيوم، بالإضافة لأنه أصبح التوفر مادة النحاس على صعيد السوق وغلاء عالميا، صار نحن بدنا نتوجه باتجاه الألمنيوم اللي هو أرخص وهو متوفر أكثر ومتداول بالسوق أكثر، بالإضافة لأنه بضل رغبة بسرقة مادة الألمنيوم يعني أقل، وهذا بيقلل عندنا نحن موضوع الأضرار. طبعا نحن عم يعملنا موضوع الألمنيوم، استخدام الألمنيوم بشبكات عم يعملنا مشاكل فنية كتير صراحة، عم يعملنا لأنه مثل ما حكينا ناقليته أقل، وحتى عم يكون وصل الألمنيوم مع النحاس عم يعمل مشكلة فنية. عم نعالج هذا الموضوع من خلال وصلات ألمنيوم ونحاس حتى نخفف من موضوع الأعطال وحتى نخفف موضوع الفاقد، ولكن يبقى النحاس هو المادة الأفضل وهو ذو الناقلية العالية وهو ذو الضياعات الأقل، ولكن فرض الواقع نفسه مثل ما حكينا نتيجة السرقة موضوع ضرورة ضرورة. هلا أنا بدي أذكر بس أستاذ مازن لو سمحت لي موضوع قديش نحن تعرضنا للسرقات خلال عام 2023. نحن رح نحكي عن الرقم الإجمالي، عدد السرقات التي تمت في عام 2023 995، يعني احنا نظمنا 995 ضبط خلال عام 2023. الكمية إذا حكيناها بالكمية متر طولي أمراض زائد كابلات مختلفة المقاطع هي حوالي 896.727 متر طولي. الكمية بدنا نحكي عن المصاهرات التوتر 1174 مصاهرة التوتر، هي المنحطة نحن بالعلاب وباللوحات وضمن المداخل الأبني 1174 مصاهرة التوتر. في عنا شو هي القيمة التقديرية لهذه السرقات اللي تمت اللي هي 995 ضبط تم تنظيمه بعام 2023؟ هي 6 مليار و423 خسائر كبيرة، خسائر كبيرة صراحة، وهذا الموضوع ما نقدر الوزارة والمؤسسة اليوم تتحمل مزيد من هذه الخسائر بظروف اقتصادية وحصار اقتصادي. عم نلاقي صعوبة بتأمين المادة البديلة اللي عم تنسرق، واللي ضعاف النفوس عم يستهونوا بهذا الموضوع وعم يسببون خسائر كبيرة. بالإضافة إلى نقطة مهمة، اليوم هذه السرقات ليس فقط الخسارة هي المادة فقط اللي انت عم تسرقها، هي بضررة على الشبكة طبعاً. على الشبكة الخسائر عم تجي عن استخدام المادة البديلة للنحاس بدل الألمنيوم، عم تعمل خسائر عنا، احنا عم تعملنا ضربة على لوحة المنخفض على المحولة، عم يكون في نقاط ضعف كثيرة بالشبكة والمنظومة الكهربائية. هلا حسب ما فهمت من حضرتك تحت الهواء انه تم افتتاح مراكز صيانه جديده لمتابعه الاعطال، حضرتك حكيت عن الصيانه الدوريه اللي بتعملوها عاده سنويا لتدارك المشاكل خلال فصل الشتاء، ولكن انه حكيت لي حضرتك انه في مراكز صيانه جديده، تحكي لنا عن هالمراكز الجديده وتوزعها ضمن المدينه والريف. نحن انشانا 6 مراكز حاليا هي موجوده بالخدمه. هذه المراكز هي مركز صيانة ومركز جباية وأيضا مكتب شكاوي تستقبل شكاوي إخوة المواطنين. لكل واحد منهم في رقم مخصص، رقم مخصص وموجود على صفحة الشركة وعلى صفحة المحافظة وعلى كافة الصفحات الرسمية. نحن في عنا أول شيء أنشأنا في عنا مركز صيانة بسقوبين مع مركز جباية ومكتب شكاوي. أنشأنا مركز بالدعتور صيانة مع جباية مع مكتب شكوى. عندما نقول مركز يعني يشمل هذه النقاط الثلاثة حتى نعيد ونكرر. أنشأنا بسنوبا بستامو، وأنشأنا أيضا في عنا أنشأنا بالعيدية بجبلة، وفي عنا كمان نحن أنشأنا مركزين آخرين موجودين عنا نحن في العيدية، يوجد مركز قيد التنفيذ حاليا باقي في الخطوات الاخيره، كمان مركز صيانه ومركز جبايه ومكتب شكوى العيد، طبعا عفوا بكلماخو تابع لمنطقه القرداحه، لمنطقه القرداحه. العيديه انشاناها مؤخرا من حوالي شهرين ووضعها في الخدمه، وهو يستقبل كافه الشكاوى والاخوه المواطنين، واحدث صراحه ارتياح لدى الاخوه المواطنين في المناطق الموجوده التي تحدث فيها هذه المراكز. ليش استاذ مازن؟ لانه اليوم انا مركز الصيانه اللي بيعمله بيوفر لي جهد وتعب، وبصير بنقطة انطلاق الورشات من مركز الصيانة الجديد أقرب لمكان العطل الموجود بإخوة المواطنين، وبالتالي بصير في سرعة بالإصلاح في وقت نحن الإخوة المواطنين بيمس الحاجة لدقيقة تغذية زائدة بفترة بصير العطل بيتصلح بعشر دقائق بربع ساعة، بينما كان بين انطلاق الورشة والذهاب لنقطة العطل تأخذ معنا ساعة،
وأكثر أحيانا ساعتين. هذه أحدثت نقلة نوعية على مستوى الصيانات وعلى مستوى إصلاح الأعطال وبسرعة القصوى. يمكن لاحظت هذا الموضوع كنا بنحكي على نحن وحضرتك تحت الهواء بموضوع الاستجابة وموضوع تحرك الورشات وسهولة التنقل. صارت أسرع. حتى من جلباي كلمخو أيضا صار في مركز مستقل عن مركز القرداحة. تمام. هو تابع لمركز القرداحة ولكن له صار في ورشة وصار في عنده سيارة سيارة سلة. صار في مقر خاص في مقر موجود في جباية سيفتتح خلال تقريبا 10 إلى 15 يوم سيكون بالخدمة بإذن الله. ممتاز. العيدية صار بالخدمة وموجود في كل الميزات ولكن نحن دائما المركز الجديد بنعتبره نواة. طبعا نواة لأنه راح يتطور وراح يتحدث راح نعمله أيضا ممكن نعمله بكرة أنه المواطنين بيسجلوا على ساعات على عدادات موجود فيها ممكن أيضا نعمله مثلا مكتب اشتراكات ممكن نعمل مركز صيانة لمراكز التحويل فكله موجود وكله متاح طالما نحن أنشأنا النواة وهذه الشغلة إيجابية. طبعا نحن بدنا نشكر السيد المحافظة والمحافظة اللي ساعدتنا بتقديم الغرف لموضوع فتح مركزي العيدية واكل ماخو لأنه كان لهم دور أكبر بهذا الموضوع. ممتاز. طيب يعني نحن نطمن أهالينا اللي عم يسمعونا أو عم يشاهدونا اليوم أنه أي عطل إن شاء الله ما بيصير أعطال حتكون الاستجابة أسرع وأسرع لمعالجة هذه الأعطال. طيب نحن حنروح هلا لاستطلاع آراء الأهالي. كان في استطلاع عنا بشارع الثورة أخذنا عينات مختلفة من الناس من أحياء متعددة. نأخذ هذا الاستطلاع ونرجع نتابع مشاهدينا ومستمعينا هذا الاستطلاع وراجعين. من أي منطقة؟ من علي جمال. كيف واقع الكهرباء عندكم بالمنطقة؟ الصراحة التقنين سيء جدا يعني بالأربع خمس ساعات حتى تجي ساعة وضمن الساعة في انقطاع. المناطق اللي حدكم أو القريبة منكم عم تكون أفضل بالكهرباء من الحارة؟ لا بشكل تقريبي كله نفس الشيء. إذا صار في أعطال عندكم عم يكون في استجابة فورا ل لا بهي في استجابة فورا بيجوا وبيصلحوا تمام. كيف وضع الكهرباء عندكم بالذات؟ في كهرباء بالمرة. لا كل قد ايه بتجي يعني باليوم؟ بتجي على 9 على 3 على 9 بس. عم تجي ساعة كاملة؟ لا لا ما ينامت جي احيانا بيجي 5 دقائق وبتطفي. طيب واذا صار في شيء عطل بالكهرباء عم يكون في استجابة ولا لا؟ احيانا لا احيانا ايه. يعني احيانا لا احيانا بيجوا يصلحوها احيانا لا ما بيجوا بنضل بلا كهرباء. قد ايه بتضلوا بلا كهرباء ليجوا يصلحوها؟ احيانا بنضل يوم كامل. حضرتك من اي منطقه؟ سكن الشبه. كيف عم يكون واقع الكهرباء عندكم؟ كيف عم تكون؟ 5 بنص ساعه او ساعه مقطعه. اذا صار في اعطال في استجابه فورا للاعطال ولا بتضل يومين ثلاثه؟ هلا والله يعني احنا عندنا سكن الشباب تقريبا ما في اعطال يعني بتعرف مشروع جديد بس باقي مناطق ما بعرف. انا من دعطو. كيف واقع الكهرباء عندكم؟ ما تجي ساعة بس بعد أحيانا نص ساعة وما يقطشوا فيها. عم تجي ساعة باليوم كله؟ لا مثلا بتجي الساعة 9 للعشرة ومن العشرة مثلا 3 بتجي للأربعة وتسعة بتجي للعشرة هيك. طيب وإذا صار في أعطال أو أي شيء عم يكون في استجابة من إيه هاي الشغلة ما فينا نحكي نهائيا عليها. بتجي ساعة بتنقطع شي 12 ساعة بس. عندكم بالحارة ولا حتى الحارات المجاورة لكم عم يكون نفس الواقع؟ هلا الحارات كلها الحارات كلها وعنا أكثر شيء كرسانة القنجرة البرج كله ما بتجي كهرباء نيين نص ساعة أكثر من نص ساعة بس تجي يعني باليوم كله 24 ساعة ساعة وهي تحدان وما مسوع عن كلامي. طيب وإذا صار في أعطال عم يكون في استجابة فورية لل والله ما قل من حارة الدن. كيف واقع الكهرباء عندكم؟ والله عدا يعني بتجي ساعة بالساعة بيقطعوها 5 مرات صفر. إذا صار في أعطال بالكهرباء بتحكين بيجوا بعد 5-6 ساعة ويمت بيجوا ساعة بيكون جاي الكهرباء يعني اللي يجوا قبل ما بيجوا عدم سيء. حضرتك من أي منطقة؟ سنادة. كيف وضع الكهرباء عندكم بالمنطقة؟ ساعة كل 4-5 ساعات. بتجي ساعة كل 4-5 ساعات بس بهاي المنطقة ولا عم يكون في واقع أفضل بالمناطق المجاورة ولا أسوأ؟ عم نعرف.
صار عندكم أعطال عم يكون في استجابة فورية؟ فورا عمليا هي على أساس 4 ساعات بس ضمن الساعة بتنقطع 3 مرات. هي بتجي 4 ساعات باليوم كامل قصدك؟ بال24 ايه بس عم تنقطع. طيب بالأماكن المجاورة لإلكم عم يكون وضع الكهرباء أحسن من المنطقة اللي عايشين فيها؟ لا نفس الشيء بس نحن عنا كتير بتفصل ما بعرف. مخصصين لك ساعة ضمن الساعة بيقطعوها مرتين ثلاثة بعد أحيان ما بنشوفها يعني أكيد سيء. إذا صار في عطل بالمنطقة عم يكون في استجابة فورية؟ تقريبا إيه تقريبا إذا في عطل في استجابة. دعتو كيف عم يكون واقع الكهرباء عندكم؟ ولا ما كتير. كل قد عم تجي باليوم؟ ساعة أو نص ساعة أحيانا. إذا صار في أعطال أو أي شيء عم يكون في استجابة من مديرية الكهرباء؟ إيه. أهلا بكم من جديد أستاذ جابر. يعني لاحظنا أغلب الآراء عم تتحدث مثل ما تحدثنا أنه في استجابة بموضوع الصيانة، فرق الصيانة عم تكون بأسرع وقت ممكن إلا يعني بحالات قليلة، لكن الأغلبية عم تتحدث أنه في استجابة دائما لموضوع الصيانة بشكل جيد. في مناطق طبعا هي حسب الوضع العام بالبلد بتجي نص ساعة بس 6 ساعات أو ساعة حسب الكمية الواردة للمنطقة، لكن يعني اللي بدنا نسألك عنه أنه بعض المناطق مثل حارة الدن أو الدعتور هلأ ذكروا أنه ضمن الوصل بيصير انقطاعات، في مناطق تانية لا الأمور كويسة عم يعدوها مثل مثلا سكن الشباب عم يقولوا أنه ما بيصير أعطال، نحن عنا منطقة جديدة أنه مستقرة الأمور. شو الفرق ما بين منطقة وتانية مثل هاي المناطق اللي حكوا عنها بالاستطلاع توضح لنا؟ هلأ النقطة الأساسية هو أنه واقع التقنين مرهون بالكمية المخصصة للمحافظة أكيد هذا الكل صار مقتنعين فيه، محدد الكمية محدد البرنامج حسب الكمية الممنوحة للمحافظة وبنشتغل على هذا البرنامج. أحيانا بصير هبوط لهذه الكمية بفترة التغذية بنضطر نحن ننتقل من برنامج تغذية ساعة بخمسة إلى نص ساعة بخمسة ونص حسب هذه الكمية التي تم تخفيضها. نحن لبعض المناطق عم يصير فيها عملية خلينا نقول حالة فصل ترددي نتيجة الفصل للحالة الترددية، بينفصل مرتين مرة أو مرتين حسب ضمن فترة التغذية. بنضطر نحن أحيانا حسب الإمكانيات المتاحة وحسب الظروف أنه نعود لهالناس اللي تعرضت للفصل الترددي مثل ما حكوا الأخوة المواطنين بالدعتور وبسقوبين مشان الناس تشحن، في ناس عندها امتحانات خاصة هلا بهالفترة هيدي ضمن الإمكانيات الممنوحة لأنه وضمن الكمية المخصصة للمحافظة. هلأ الحالة الترددية مثلا بالدعتور أو بحارة الدن هي أكثر من فعالية من السبب ممكن نشرح لهم ونوضح لهم؟ هو عمليا الحماية الترددية يعني هي موضوع على منظومة الكهربائية على خطوط محددة على خطوط 230 يعني محولات معينة بتفصل على هذا الخط، فهذه أكثر محولات بتعاني بالفصل الترددي وبالتالي بيرافقها الأحياء الشعبية المربوطة بهذه الخطوط اللي عم تاخذ من المحولات فيها فصل، وهذه طبعا عم نحاول نحن مساء نعوض أن هذول الناس اللي تعرضوا لحالة فصل ترددي نعطيهم زيادة عن الآخرين ساعة 3/4 ساعة. لاحظت أنه بمنطقة الدعتور بيقولوا لك دائما نحاول نعطيهم ساعة حتى لو كان التقنون تقديم الساعة بخمسة ونص لأنه بيكون في عندهم فصل ترددي أو بحارة الدن. هو نتيجة الضغط السكاني عم يكون في حالة ترددية أو الفصل الترددي الأكبر؟ أستاذ مازن الحماية الترددية مرهونة بمجموعات التوليد ومحطات التوليد نتيجة انخفاض لأمر ما أو عطل فني تنزل الكمية المولدة التي يتم توليدها، وبهذا السبب نحن مضطر نخفض الأحمال بشكل مباشر ومن خلال شو؟ من خلال عمل حماية الترددية اللي هي مربوطة على خطوط 230 واللي بيفصل معها محولات على 26/20 وبرافقة خطوط 20 مربوطة فيها بتتعرض للفصل الترددي. طبعا نحن لاحظنا نقطة يعني إيجابية كانت الناس تعاني منها سابقا هو موضوع الاستجابة بإصلاح الأعطال. اليوم صار في متابعة دقيقة لهذا الموضوع أستاذ مازين، صار في عنا محاسبة شديدة لأي حدا بيبلغ عن عطل بيتأخر فيه أكثر من ساعة أو ساعتين إلا بحالات لما بيكون في محولة مضروبة أو بيكون في كابلات مسروقة قطع غيار لما بيلزم الموضوع قطع غيار أو ضبط شرطة حتى المحولات المضروبة إذا لاحظت أستاذ مازن بتضل 24 ساعة
ماكسيموم بتضل 48، لانه نحن عم نشتغل فورا، عم نبدل المحولات وعم ناخذ اجراءاتنا بشكل سريع. لما عم يكون في سرقه لكابلات ارتباط نحاسيه او كابلات مخارج او شبكات، عم ننظم الضبط وعم ناخذ الشرطه وبدنا نعمل اجراءات قانونيه، بتاخذ معنا حوالي بين 24 و 48 ساعه. طبعا. ما في اعطال خلينا نقول بتطول 3 4 ايام او الا بحالات لما بصير في انهيار الابراج، مثل ما صار معنا بمنطقه القلايع بجبله، صار في انهيار لثلاث ابراج متوسط بمنطقه جغرافيه صعبه جدا. نعم. فاضطرينا نحن ناخذ وقت بهذا الموضوع، ولكن اعطيناهم تغذيه، غزيناهم، امناهم تغذيه بديله، ولكن عمليه اعاده تركيب الابراج المنهاره اخذت معنا 3 4 ايام بسبب جغرافيه المنطقه فقط وصعوبه دخول اليات اليها. تمام، وضحت. في معنا اتصال، تفضل. يسعد اوقاتك. اهلا وسهلا اخ ابو نغم. اهلا وسهلا، تحيه لك وتحيه للاستاذ جابر. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. والله انا الاستاذ جابر بتوقع انه في احمال عليه، لا تقل عن احمال الكهرباء. اي والله في ضغط، ضغط كبير، مديريه عليها ضغط كبير اكيد. والله مضبوط الحكي، والاداره بهيك ظروف بتكون اصعب من الاداره بالظروف المثاليه. اكيد. استاذ الكريم، وضع الكهرباء الكل يعني أنا متعارف عليه بسوريا كلها بسبب الأزمة اللي مرت علينا، بس يعني هون في سؤال بيطرح نفسه أستاذي. تفضل. يعني من 2017 وعلى طول الحكومة بتوعدنا بتحسن بتحسن بتحسن، ما بس على قطاع الكهرباء، بجميع القطاعات، بس القطاع الكهربائي يعني هو الأهم، يعني هو عصب البلد. نعم. يعني نحن مرينا بحرب 10 سنوات، عرف كيف؟ بتعرف تدمر ما تدمر واللي صار على البلد والنتائج اللي انعكست على المواطنين. نعم. طيب يا استاذ الكريم، كيف نحن بدنا نرجع نعمر هالبلد ونقلع فيها من اول بساعة كهرباء؟ يعني ما هذا موضوع مستحيل، يعني هذا القطاع الكهرباء لازم يكون من 2018، من لما صار يعني في عملية سيطرة وإعادة المناطق لحضن الدولي، لازم يكون في، كان في عمل عليه. يعني بدل ما كانوا يستوردون البطاريات واللدات بملايين الليرة، كانوا المفروض يعملوا على انه انشاء محطات بالمناطق الآمنة، مثلا مثل الساحل منطقة آمنة، يعني بالريف لما رجع الريف منطقة آمنة، وهن بيوعدونا وكل سنة بنشوفها من سيء لأسوأ بالوضع الكهربائي. يعني نحن بلد مستحيل تأقلع بهيك وضع، ويعني هلا في بالجو العام ما يقولوا انه بده يستوردوا سيارات وباصات على الكهرباء. طيب وين الكهرباء؟ هذا اولا. ثانيا استاذ الكريم، محطة الرستين اللي عندنا بالساحل، طلعت الحكومة كلها وطلع السيد وزير الكهرباء غسان الزامل وصرح انه هاي بدها تنعكس على سوريا بشكل عام وعلى الساحل بشكل خاص، انه يصير في تحسن بالمنظومة الكهربائية. فجأة تفاجأنا، يعني ما ضل، يعني أقلعت المحطة والإنتاج المحطة ما بنعرف وينه، يعني لا انعكس علينا ولا انعكس على البلد. طيب هاي محطة موجودة مثل بيقولوا بأرضنا ببلدنا بالساحل، أقل ما يمكن أنه يكون إن مثل ما بيقولوا شوي منا، جزء منا، أنه يتحسن. وصلت فكرة سيدنا، يتحسن الوضع. بنتمنى بالنسبة للشبكات أستاذ الكريم، على طول لما ما يصير في عطل بالشبكات، هلا هي الشبكات مهترئة، بس لما ما يستبدلوا الخطوط المقطوعة، ما يكون الاستبدال بأشرطة ألمنيوم. طيب استاذ الكريم، ما بتتحمل هي، يعني ما بتشتغل لشهر شهرين، وخاصة لما بيصير عليها مطر، بتكون هي بحالة حرارة مرتفعة، بينزل عليها مطر بتشوفها تكسر. طيب يعني نحن بنتمنى انه يعالجوا الشبكات، وبالإضافة إنه يضيفوا محطات بدل ما يستوردوا هاللدات والبطارية. وصلت. شكرا لك أستاذ. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا فيك أستاذ جابر. خلينا نبلش من موضوع محطة الرستين. يعني في عنا جواب بخصوص محطة الرستين، في وقت معين لدخول الشبكة أم تأثير الغاز وموضوع الطاقة حسب التصريحات اللي سمعناها سابقا؟ استاذ مازن، نحن كشركه عامه كهرباء اللاذقيه، طبعا بيبقى موضوع الرصين هو متعلق يعني بالوزاره، بالمؤسسه العامه للنقل والتوزيع وللتوليد، ولكن نحن بنعرف انه صارت هي بمرحله الاخيره، وحتى انه تم تجربه، والمشكله الاكبر هي بتامين حوامل الطاقه اللي عم نعاني منها، ما بس بمحطه الرصين، بكل المحطات الموجوده. ولكن اليوم
بتعرف مشكلة الغاز ومشكلة حوامل الطاقة، وهذا الموضوع يعني يبقى مثل ما حكينا مؤسسة التوليد معنية وتعرف تفاصيل أكثر مني أنا كشركة وكمستثمر، ولكن بعرف أنا أنه مشكلة الرسين هي مشكلة حوامل الطاقة ومشكلة غاز، وإن شاء الله عم ينشغل على هذا الموضوع. ما في السيد الوزير عم يتابع بشكل شخصي، وحتى القيادة على أعلى المستويات عم يتابع هذا الموضوع. بالنسبة لحكى عن موضوع طبعا عن موضوع الخطوط المقطوعة والأعطال اللي عم تصير نتيجة قشرة الألمنيوم، حكينا نحن وحضرتك أنه الموضوع الألمنيوم هو طبعا غير محمود بالعمل فيه بمنظومة الكهرباء وشبكة الكهرباء، ولكن نحن مضطرين نشتغل لسبب لتوفره بالسوق بشكل أكبر، ولأنه صار عم يصير في عنا نحن النحاس صار في أقل من حيث التوفر ومن حيث انه الخسائر الكبيره نتيجه السرقات عم تصير عندنا بالمنظومه الكهربائيه من ماده النحاس. نحن عم نحاول نحل هالمشكله هي اللي طرحها السيد ابو نغم، بانه عم تصير اعطال على شبكه الالمنيوم من خلال وين بصير نقطه ضعف استاذ مازن؟ هي بوسطه النحاس مع الالمنيوم. نعم. لما بصير في سرقه نحن مضطر نوصل نحط الالمنيوم بدنا نوصله مع نحاس. هلا عم نعالج هذا الموضوع من خلال وسطات الالمنيوم نحاس توصل بين هالفازين او بين هالنقطتين هدول، بحيث انه تكون الاعطال اخف واقل، ولكن مع وجود الالمنيوم طبعا بشبكاتنا وبشبكات خلينا نقول نحن مختلفه ما بين الالمنيوم ونحاس راح يكون ضل في مشاكل اساس ما نحن عم هلا نحن عم نشتغل بمشروع الزراعه مثلا استبدال شبكات هوائيه بكابلات ارضيه، هذه افضل حاله ممكن نحن فنيا نشتغل عليها. كابلات الارضيه تماما، كابلات عم نعمل استبدال شبكاتها، لا يمكن حدا يعتدي عليها لما بتصير ارضيه، ما فينا السرقه اخف والاعتداء اخف، وما في وبالمنظر جمالي افضل، كان انه نحن عم نشتغل ضمن المدينه وبمنطقه منظمه ومكتظه بالسكان، حتى ممكن اي مكان هالشبكه لا سمح الله صار فيها قطع وقعت على سياره على مواطن، بتخفف عننا هذه الاعباء وهذه الضغوط. عم نشتغل بزراعه، وهلا بعد ما نخلص رايحين جهة شبلة بمناطق مكتزة بالسكان أيضا، ولكن مثل ما حكينا ندرة المواد وصعوبة توفرها بالسوق، وحتى نحن لاحظت نحن بعام 2023 كانت الخطة الاستثمارية، نحن كنا عم نحكي عن نقطة مهمة أستاذ مازن، نحن ب 2023 لم تكن خططنا كشركة عامة للكهرباء اللاذقية شيل الاعتمادات المخصصة لنا والمواد المخصصة لنا كانت أقل من السنوات الماضية، بسبب بيرجع لانه في عندنا نحن تعرضنا بالشهر الثاني لزلزال، هالمواد الخصصة اللي كانت كبيره كثير لان خصصناها بموضوع معالجه الاضرار الزلزال وما نتج عنه، جينا نحن بعدين اشتغلنا شوي بعدين اجت الحرائق، كمان بتعرف الحرائق بالريف الشمالي باللاذقيه بربيعه والمناطق الاخرى كمان بعتت مواد كثير لان كمان استثمرناها تم استثمارها بموضوع الحرائق وما تم الضرر من نتيجه هذه الحرائق، فكانت خطتنا ضيقة السنة الماضية. نحن هالسنة إذا بدنا نحكي عن أرقام 2023 مثلا نحن بمعالجات الضعف عملنا نحن تقريبا 18 معالجة ضعف لخزان أرضي و10 هوائي، يعني بس فقط 28 حالة. إذا قارناها بخطة 2022 وكنت أنا مع حضرتك بالسنة الماضية حكينا عن رقم يتجاوز ما بين هوائي وأرضي إلى 110 معالجة ضعف على مستوى المحافظة. شوف الرقم قديش ما نزل معنا، نزل تقريبا للربع. 2024 نحن إن شاء الله بإذن الله والله يحمي هالبلد ما نتعرض ل خلينا نقول لكوارث أو لصعوبات، نستثمر المواد الموجودة عندنا بخططنا الاستثمارية لتحسين ظروف استثمار شبكاتنا من معالجات ضعف على مستوى معالجات ضعف هوائية أو معالجات ضعف من خلال تجهيز مراكز تحويل أرضي، أو حتى فينا نرفع استطاعات بعض رفع الاستطاعات. هلا أنا إذا بدي أحكي عن أستاذ مازن، إذا بنحكي عن رفع الاستطاعات صراحة الرقم نحن السنة المخطط له 55 نفذنا 33 للأرضي، يعني محاولات أرضية هي بتكون بالخزانات، وبالهوائي نحن رفعنا استطاعة 36، يعني إذا بدنا نحكي عن 30 و 60 79 70 محولة رفعنا استطاعتها ب 2023، هو رقم يعتبر جيد قياسا إلى باقي الشركات الأخرى، ولكن كان مأمول أكبر من ذلك. لكن في عندنا كمان نقطة كانت عم تواجهنا السنة كمان، هو موضوع المحولات المعطوبة نتيجة الظروف الجوية ونتيجة قدم هذه المحولات، فاستثمر جزء من هذه المحولات باستبدال محولات معطوبة. إذا بتذكر أستاذ مازن بموضوع الزلزال نحن كان في عندنا انضرب كتير محولات، في كتير محولات سقطت على الأرض وانهارت عن الأبراج، اضطرينا نبدلها بمحولات
تم تخصيصها لشركتنا بدل أن يتم استثمار هذه المحولات بالخطة الاستثمارية اللي هي بتحسن ظروف استثمار الشبكة والمنظومة الكهربائية. إن شاء الله بال2024 الإمكانية حتكون أفضل وأكبر لحتى يكون في محولات جديدة أو رفع استطاعة لبعض المناطق. فبدي أسألك عن موضوع أنا كنت سألتك عنه بعام ماضي. نعم. هلأ مثل عنا سكن الادخار إذا بتتذكر بعام ماضي نحن صورنا فيه. نعم. وكان في وعد لحتى أنه يتم تجهيز البنى التحتية لهي المنطقة السكنية. طبعا نحن بهمنا نحكي عنها وعن المناطق الجديدة بشكل عام أو الأبنية الجديدة كيف عم نأمن لها اللوحات القواطع التوصيلات الكهربائية. خلينا بداية نحكي عن سكن الادخار اللي حكينا عنه مطولا في عام ماضي. صراحة موضوع سكن الادخار اللي على أسطرة الثورة كان في عنا هو نقطة ضعف موجودة عنا لأنه الناس تخصصت بمنازلها ولازم يعني تستثمر هالمناجر وتقعد فيها لأنه كانت مستأجرة جزء كبير كان مستأجر برا فإجت الناس وقعدت ببيوتها فصار بدها تأخذ كهرباء. تمام. ونحن حكينا عن خلينا نقول عدم وصول لنقطة مثالية بأنه اليوم أنا حتى أدخل على شقتي لازم تكون جاهزة من كل النقاط من الكهرباء النظمية من الهاتف فكل بنى تحتية موجودة ضمن هذا المشروع. تأخر موضوع الكهرباء طبعا نتيجة عدم القدرة على تلبية الاستطاعة المطلوبة لهذا المشروع الكبير واللي له استطاعة كبيرة وفي أحمال كتير كبيرة فتأخر هذا الموضوع حتى نحن نوسع محطة الدعتور صراحة. وكان في خلاف على موضوع المقسم الموجود أستاذ مازن وتابعته معنا هذا الموضوع حول المقسم كان مخصص لمديرية الاتصالات بمحافظة اللاذقية. اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء بالاجتماع المخصص وبوجود الوزراء المعنيين بهذا السيد وزير الكهرباء ووزير الإسكان تم نقل طبعا تم الموافقة على تخصيص الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية بالمقسم تي واحد على أن يتم تسديد ثمنه أصولا. طبعا تخصيص بالمقابل راح القطعة الأرض اللي كانت مخصصة للاتصالات راح تطوى بداله يعني نحن خصصنا بهذه القطعة من الأرض أو المقسم حتى نوسع محطة الدعتور ونغذي الادخار. هو خلينا نقول قطعنا شوط كبير بحل مشكلة الادخار وحتى المنطقة المجاورة للادخار. صراحة اليوم في عنا نقطة كتير مهمة اليوم نحن على مستوى المنخفض عم نشتغل وعلى مستوى المتوسط عم نجزئ مخارج وعم نحط محولات على مستوى الأرضية والهوائية والخطوط العشرين على مستوى الهوائية والأرضية عم تتوسع هذه المنظومة ولكن عم يبقى عنا محطات التحويل هي نفسها. نعم. يعني صار في عنا خلينا نقول اختناقات على مستوى محطات ال 66-20 ما عاد بقى بتقدر بتلبي. اليوم إذا بصير التقنين 3x3 فأنا في عندي مشكلة بتلبية طلب على الطاقة نتيجة ازدياد وارتفاع أحمال خطوط العشرين وزيارة عدد مراكز تحويل اللي انضافت على هذه الخطوط العشرين. طيب. اليوم هل تخصيص بهذا المقسم والبدء بعملية الحل إن شاء الله خلال 2-3 بتكون خالصة كلياتها بإذن الله وبمتابعة من السيد وزير الكهرباء بشكل مباشر رح تنحل مشكلة الادخار وكل المناطق المجاورة لها وحتى رح تعمل ارتياح بباقي محطات التحويل لأنه رح يتم تخفيف عن هذه المحطات التحويل ممتاز. من خلال رفع استطاعة محولات 26 الموجودة أو إضافة محولات جديدة بمحطة يعني بنوعدهم حد أقصى 3-4 أشهر تكون المشكلة محلولة تكون أقل بإذن الله. هذا بالنسبة للضواحي الجديدة. بالنسبة للأبنية الجديدة هلأ في أبنية متفرقات في أماكن مختلفة يتم تجهيزها شو إمكانية تخديمها وخاصة أنه بتعرف في مناطق جديدة مثل الدخار أنتوا لخيتوا لحل نهائي. نعم. الأبنية الجديدة بتاخذ وقت لحتى أنه تنمد للشبكة الكهربائية ما أعرف إذا كنت عم تقصد فيها الضواحي الجديدة أستاذ مازن ولا عم تحكي عن العقارات اللي عم تتعمر من خلال العقارات اللي عم تتعمر من خلال يعني أصحاب العقارات أو من خلال المتعهدين. هلأ اللي بيكون ضمن المخطط التنظيمي فعم ينعطى كهرباء لأنه دائما المناطق المنظمة فيها أريحية بموضوع المنظومة الكهربائية وبترتيبها. في عنا نحن مشكلة بمناطق المخالفات صراحة هي موجودة سابقا وممتدة حاليا وهي أنه نحن ما عم نقدر نغذي بمناطق المخالفات للأبنية اللي عم تطلع أو اللي طالعة وما عم بيكون فيها معالجة من خلال مجلس المدينة أو من خلال تسويات لمخالفات البناء. هي عم تعيقنا تماما لانه الناس اللي قاعده بهالبيوت المخالفات عم تستجر الكهرباء بصوره غير مشروعه. طبعا. هذه النقطه طرحت بالاجتماع مع سيد وزير الكهرباء نحن ب 18 الشهر الماضي وراح يتم التنسيق مع وزاره الاداره المحليه لايجاد صيغه حل
لهذه الأبنية، لأنه عم تعمل عبء على محولاتنا وعلى مراكزنا، وعم تعمل احتراق للكابلات، لأنه الناس بدها تاخذ يعني بصورة مشروعة أو غير مشروعة. أكيد. اليوم أنا قاعد ببيت بدي أخذ كهرباء وبدي أمن مستلزمات هذه الشقة السكنية أنا قاعد فيها. في حل إن شاء الله بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ومع مجالس. إذا المناطق المنظمة ما في أي مشكلة، بإمكانهم يحصلوا على الكهرباء وعلى كل البنى التحتية الخاصة بالشبكة، أما المشكلة هي بمناطق المخالفات لكي لا تحمل الشبكة عبء زائد. طيب نحن رح نأخذ استطلاع تاني في منطقة أخرى بنشوف آراء الناس وبنرجع متابع مشاهدين ومستمعين هذا الاستطلاع وراجعين. الريحان. كيف واقع الكهرباء عندكم؟ بتجي ساعة بتقطع، أحيانا بالساعة بتقطع لعشر دقائق ربع ساعة، أحيانا ما بتقطع. اليوم كله كم ساعة؟ كل خمس ساعات ست ساعات ساعة. إذا صار في أعطال عم يكون في استجابة فورا للتصليح العطل؟ والله أنا هلأ صار لي شي ست شهور بارك بالمنطقة ما صار عندي أعطال الحمد لله. كيف وضع الكهرباء والزيزانية؟ والله تعيس. كيف يعني تعيس؟ يعني شو بدي لك، بتجي نص ساعة بتنقطع، بكون في أعطال، بترد بترجع، بترد بتطفي، بترد بترجع، يعني هيك يعني على مدى ساعة بس بتكون يعني ما أنا ما كلهلقت يعني. وإذا صار في أعطال عم يكون في استجابة فورية ايه فورا فورا عم تجي سيارة الطوارئ وعم يجوا يصلحوا فورا. حضرتك وين ساكن؟ مشروع شريدة. كيف وضع الكهرباء؟ وضع الكهرباء سيء جدا، هلا هي بتجي كل خمسة بساعة بس ضمن الساعة انقطع مرتين ثلاثة تلاقي، وبعدين بالليل عم تجي نص ساعة ربع ساعة ما عم تجي، عم تجي بشكل متقطش كتير كتير. طيب بس بهاي المنطقة عم يكون الكهرباء هيك ولا المناطق الثانية اللي حواليكم عم تجي أحسن؟ لا نحن بس منطقة هذه بس، اللي حوالينا ما بعرف إذا عم تجي أحسن وأحسن ما بعرف. طيب إذا صار في أعطال عم يكون في استجابة فورية؟ على الأغلب إيه عم يستجيبوا، واحد يحكي ضمير وجدان الواحد. عند مدرسة اليرموك. كيف واقع الكهرباء عندكم؟ يعني تجي يعني ساعة إلا ربع. باليوم كله؟ ايه والله، لا أحيانا ساعة أحيانا بقطشوا ربع ساعة. الشرع الثاني كيف وضع الكهرباء عندكم؟ ما نظامي يعني ساعة وخمس ساعات قطع. وضمن الساعة ما عم يقطعوا لكم؟ أهلا مبارح ايه والله قطعوا يعني الساعة يعني. كيف وضع الكهرباء عندكم بسقوبي؟ بجنن لمعة بدمعة. كيف يعني لمعة بدمعة؟ يعني بتجي لمعة بينضرب جهاز تنزل دمعة على الجهاز. إذا صار في أعطال عم يكون في استجابة ولا لا؟ إيه بيستجيبوا الشباب، إيه حتى تحت البطر والله بيشتغلوا مشان ما نظلمهم يعني، يعني أنا موظف وهني موظفين كمان شباب فوراً. ما زنبهم يعني بيشتغلوا يعني فورا بيكون في استجابة، ما بتضلوا يوم يومين بلا كهرباء. تماما تماما. مسبح الشعب. كيف واقع الكهرباء؟ والله سيء. كيف يعني سيء؟ يعني ما بتجي يعني ساعة نص ساعة ما بنقطع، يعني بتجي ساعة بنقطع نص ساعة بنقطع هيك، يعني بتجي باليوم ساعة ما أكتر يعني نص ساعة. طيب بس بالمنطقة عندكم هذا الواقع السيء ولا حتى اللي حواليكم هيك؟ حوالينا كمان ايه. وإذا صار أعطال فورا بيستجيبوا لتصليحه؟ ما كل الأحيان لا، يعني ده بدي لهم ألف مرة حتى يجوا لعندك. بالصيفية كان الوضع أحسن بس هلا يمكن لأنه شتوي في ضغط على الكهرباء ما يصير قطع سخانات وما سخانات وما بعرف شو. طيب إذا صار في أعطال عم يكون في استجابة فورية لتصليحها؟ بنحكي معهم بيجوا مو فورا يعني فورية بس بيجوا. والله هون بس كنتوري. كيف وضع الكهرباء عندكم؟ الحمد لله يعني ساعة وقطع خمس ساعات. يعني ساعة وصل خمسة قطع. ايه وبس ساعة احيانا بتنقطع مرتين ثلاثة. بدون هالساعة بيقطعوا لكم؟ تماما. بصير في اعطال عندكم بالبيت؟ بالبيت لا بس بالكهرباء بالحارة ايه. طيب واذا صار في اعطال بالحارة عم يستجيبوا فورا ليصلحوا؟ استجيبوا ايه احيانا ايه بيستجيبوا بحكون رجال الحارة بيجوا مباشرة. اهلا بكم من جديد. طبعا استاذ جابر يعني مثل الاستطلاع الاول الاستجابه لموضوع الاعطال فرق الصيانه واستجابه، حتى احد المواطنين ذكر انه حتى تحت المطار بيجوا.
الاستجابة جيدة. نفس الموضوع هو الاختلاف من منطقة لثانية، يعني من ناحية القطع أثناء الوصل، يعني انذكرت سقوبين كمثال أنه بيصير أعطال أثناء وصل الكهرباء. في شيء خصوصية أو وضع ضغط بسقوبين عم يؤدي لهذا الأمر؟ هلا مثل ما ذكرنا أستاذ مازن، هو السقوبين في منطقة مخالفات بالإضافة إلى بعض المناطق المنظمة فيها، فبصير فيها زيادة أحمال وبصير فيها أعطال أكثر، وهي منطقة طبعا بحاجة إلى إعادة تنظيم المنظومة الكهربائية وبحاجة إلى صيانات كثيرة نحن عم نشتغل عليها. ولكن النقطة الأهم هي موضوع الترددية اللي بصير فيها فصل عدة مرات خلال فترة التغذية الكهربائية، ونحن أغلب الأحيان بمنطقة سقوبين والدعتور عم نعوض، وبالأخص ليلان عم نعطيهم ساعة كاملة وأحيانا ساعة ونص إذا كانت إمكانية تسمح بذلك. أما هذا الأمر طبيعي، المناطق فيها مخالفات كتير، فيها ضغط على الشبكة، بده يكون فيها أعطال أكثر، وبده يكون مفعل الحماية الترددية. طيب خلينا نحكي على موضوع بيشغل بال الناس كتير، موضوع الـ يعني وقت جيد الكهرباء وقت جيد المي، يعني التوازي ما بين الأمرين، كيف عم يصير التنسيق ما بينكم وما بين مؤسسة المياه؟ دائما في انشغال للناس بهذا الأمر. أنا كنت بتمنى أستاذ مازن من خلال استطلاعاتكم أنه كمان يؤخذ بسؤال أنه كيف وضع المي الكهرباء مع المي، كان بيعطي يعني صورة عن الواقع الموجود حاليا بالنسبة لموضوع التنسيق ما بين مؤسسة المياه وشركة العامة للكهرباء الأزوية. كان هذا السؤال أنا بشوفه مهم صراحة. ولكن نحن بالنسبة لنا عم نعمل اجتماعات دورية مع مؤسسة المياه. اليوم أنا من خلال تليفوناتنا ومن خلال مكتب الشكاوي قليلة جدا عم تجي أنه والله موضوع مثلا أنه الكهرباء عم تجي بوقت مخالف لموضوع ضخ المياه. للتنسيق الدائم بشكل دائم، طبعا السيد محافظ عم يتابع هذا الموضوع بشكل دائم أيضا كمان معنا مع السيد عضو المكتب التنفيذي المختص، وعم بيعطوا إذا في نقاط ضعف من خلال أيضا صفحاتهم ومن خلال مجموعاتهم. ولكن نحن اليوم في عنا اجتماع دوري وفي تنسيق لحظي مع مؤسسة المياه بهذا الموضوع أساس مازن. يعني نحن أنا بلاحظ أنه بهالفترة الماضية ما إجانا ولا شكوى على هذا الموضوع. أنا بحكي عن تليفوني أنا هذا كمدير عام، وأنا بيجيني شكاوى كتير على هذا الموضوع، وحتى من المهندسين عم يشتغلوا معي بفريق العمل واللي هن ضمن لجان التنسيق مع مؤسسة المياه. نحن اجتمعنا من حوالي ب 25/12/2023 بوجود السيد مدير عام مؤسسة وبوجودي ووجود الكادر المعني بهذا الموضوع، وحطينا برنامج وعم نشتغل عليه. ما اجانا ولا شكوى بهذا الموضوع. بتمنى انا اذا في اي شكوى عم تورد لكم من خلال برنامجكم. للامانه ما وصلنا على البرنامج بخصوص موضوع التنسيق ما بين المياه والكهرباء، ما وصلنا اي شكاوى. طيب الامور ممتازه بهذا الموضوع، ونحن عم نقدم كل المؤازرات المطلوبه لمؤسسه المياه بهذا الموضوع من تنسيق ومن إصلاح وصيانات اللي هني طبعا لأنهم للموارد المائية هذا واجبنا، لكن هني المفروض يعني يكون عندهم ورشاتهم خاصة فيهم هذا ضمن النظام الداخلي، هي مسؤولة عن أعطال. نحن لكن نعتبر حالنا أسرة واحدة عمل مؤسساتي، هيك تعلمنا وهيك تربينا ضمن مؤسساتنا، عم نشتغل بهالموضوع والأمور ممتازة جدا، ما شفت في شيء مشاكل ظهرت معنا بهذه النقطة. فيما يتعلق بتحصيل الفواتير والجباية كيف عم يكون الوضع عندكم؟ ذكرت لي حضرتك انه في تفاصيل مهمة تمام عن موضوع تحصيل الفواتير الكهربائية والجباية. نحن بدنا نحكي عن موضوع الجباية صراحة. السنة كانت الجباية عندنا بمحافظة اللاذقية ممتازة جدا، وكانت نسبة التحصيل تجاوزت تقريبا 110%. كانت بس انا بدي اطلع على الارقام حتى بصوره دائما الارقام تبقى هي يعني التحصيل كامل للجميع، كان تحصيل ممتاز جدا. ونحن بنحكي دائما عن القطاع هاي المبالغ. طبعا نحن في عندنا المبلغ المطلوب تحصيله بعام خلال 2023 هو 47 مليار و650 مليون. كانت الجبايه يعني من المحصل من هذا الرقم واضافه ونضاف عليه، طبعا بيكون في زمن قبل 2023 غير مصدر ب 2023، ب 2022 2021 بيكون احنا حصلنا، فلذلك بيطلع الرقم المحصل اكبر من الرقم المطلوب تحصيله. حصلنا نحن 55 مليار و497 مليون تمام.
طبعا نسبة 110% من تقريبا 116 وحصلت الشركة العامة كونه في سنوات ماضية انه لم يتم تحصيل، بكون انت جبيت السنة هاي وفي عندك تراكم عن السنوات الماضية فبينضاف على نسبة الجباية لانه الرقم مطلوب تحصيله 47 مليار، انت حصلت 47 مليار وضفت عليهم 10 مليار من سنوات سابقة ومن اصدارات سابقة. طبعا مثل ما قلنا نسبة الجباية كانت 116%، ونحن كشركة عامة للكهرباء اللاذقية كان ترتيبنا الاول على مستوى الشركات على مستوى القطر في التزام كامل. التزام كامل. نحن طبعا عندنا في مشكلة واحدة فقط، هي مشكلة الجباية بالقطاع العام يعني مؤسسات ودوائر الدولة، هي فيها صراحة تعقيدات وفيها أمور. مثلا مثل مؤسسة المياه نحن لنا عليهم ديون كبيرة تجاوزت عشرات المليارات، ولكن ما فينا نوقف نحن لا كجباية ولا كصيانة لحتى يسددونا لأنه هذا الموضوع خط أحمر. مؤسسة الدولة مع مؤسسة الدولة في وزارات معنية في تقاص ممكن يصير لحنا، وهناك توجه من رئاسة الحكومة بهذا الموضوع أنه تبقى هذه الأمور عالقة ويستمر العمل والصيانات وكل ما هو مطلوب من مؤسسة المياه وكل المؤسسات خدمية ضرورية انه تبقى الجباية هي موضوع يعني يتم التحصيل ومتابعة التحصيل ولكن ينفذ ما هو مطلوب دون البحث عن الزمن المالي لهذه المؤسسات. طيب في فروقات بالتحصيل احيانا بترجع تنطلب من المواطن لاحقا، هل المقصود فيه هو تعديل الاستهلاك؟ يعني هل هو المقصود تعديل الاستهلاك او شيء؟ تعديل الاستهلاك لا يكون انه يعني اليوم انا مثلا عندي عدادي معطل له 4-5 دورات، ممكن نحن بخلال محضر فحص يثبت هذا الموضوع نعدله، ولكن حتى التعديل السنة هذه والسنة الماضية كان مضبوط بطريقة جيدة جدا، وحتى لأنه موضوع الشكاوي والاعتراضات كانت بالنافذ الواحد الموجودة للشركة العامة للكهرباء كانت قليلة جدا أستاذ مازن، لأنه ضبطناها بطريقة أنه اليوم بده يطلع المؤشر وبده يطلع بعد المؤشر رئيس المركز وبده يطلع بعد رئيس الدائرة ونثبت هذه النقطة، واللي عم يعترض يكون صاحب حق عم يتاخذ كل الاعتراضات وعم ياخذ حقه تماما. ولو يعني لو كنت اعلم بهذا النقاش اللي بتدور بيناتنا كنت جبت نسب الناس اللي اعترضت وردينا لها، يعني كان في خطا بالتعديل وطبعا بيكون نسبه 2% وعالجنا. ممتاز. طيب نحن يعني بنهايه وقتنا بقي شيء محور من المحاور حضرتك حابب تضيفه فيما يتعلق بعمل الشركة العامة للكهرباء؟ هلا استاذ مازن انا فقط بدي من خلال هذا البرنامج اللي انا بحبه وبحترمه جدا البرنامج لانه في فائده للاخوه المواطنين وفي تماس مع الاخوه المواطنين بشكل مباشر، انا فقط بدي اعيد نقطه مهمه جدا هي موضوع التركيز والتدقيق على السرقات اللي عم تتم واللي هي عم تسبب خسائر وتخريب ممنهج للاقتصاد الوطني، ولي اذا بدنا نحكي عن نحن عن وزارتنا لا الشبكه والمنظومه الكهربائيه الموجوده. يعني اليوم الناس بتقول انه والله انسرقت هي الشبكه او انسرق هذا الكابل عيدونا الكهرباء، طبعا نحن هو المطلوب التوخي والتريس بموضوع اعاده التغذيه الكهربائيه اللي بيصير محل فيها سرقات، لانه في اجراءات قانونيه مثل ما حكينا سابقا مرهونه بضبط شرطه مرهونه بامور قانونيه، نحن فورا عم خرج من المستدعى وعم نحط بداله، ولكن نحن بنطلب مؤازره المجتمع المحلي من منظمات ونقابات ومن امناء فرق ومن جمعيات وكل اخوه مواطنين وكل انسان وطني ينتمي الى هذه البلد بان يكون متضامن ومتكافل ودائما حريص على هذه المنظومة من خلال متابعته والتدقيق، حتى إذا شاف ورشة عم تشتغل ما بيمنع أنه يسألها عن مهمتها أو لو سمح تعطيني اسمك، لأنه في ناس عم تفوت على مراكز التحويل عم تخلع الأقفال وعم تسرق الكابلات، ونحن بظرف اقتصادي صعب اليوم هالمواد اللي بدل ما نحطها بدل المواد مسروقة منحطها بتحسين ظروف الشبكة وفي تحسين استثمار هذه الشركة المنظومة، لكن هذا عم يعيقنا بهذا العمل صراحة وعم يسبب أحيانا شو عم يصير عم يسرقوا مادة وعم بيسبب احتراق المحولة. المحولة اليوم أقل محولة صار حقها 70-80 مليون سواء كانت 100 كافي أو 200 كافي، اليوم الناس أحق أنه نحط لهم محولة جديدة بمنطقة فيها نقطة ضعف افضل ما حط بدل محوله محروقه انا طبعا. وهذا عم يستنزفنا وعم يستنزف موارد الوزاره والمؤسسه والحكومه، بس بنطلب انه يأزرونا بهذا الموضوع يكون ويبلغوا عن اي حاله غلط بيشوفوها ويمنعوا اي حدا يفوت على خزان اذا ما كانوا هن متاكدوا انه هو ورشه كهرباء. طبعا في عمال القراضه بيفوتوا على الخزان بيعبسوا بمكونات هذا الخزان من خلال خلع الأقفال الموجودة على الأبواب المراكز التحويل. نتمنى استنهاض كل الهمم بالأخوة المواطنين بهذا الموضوع وهني ما عم بيقصروا صراحة. هلا كمشنا نحن تطربة حلب بالفترة الماضية من خلال تعاون الأخوة المواطنين وبتشكركم على هذا البرنامج نحن بنشكركم الحساسة.
نهاية هذا اللقاء المهندس الأستاذ جابر عاصي مدير عام الشركة العامة للكهرباء باللاذقية، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. شكرا وكل الشكر لكم متابعينا على أثير إذاعة أمواج وقناة أوغاريت من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية، نحييكم، نلقاكم في حلقة قادمة وملف جديد، إلى اللقاء.